السلام عليكم صحباتي خواتاتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. عندنا خواتاتي وخوتي، بغيت ندير معكم واحد الدويره في واحد المارشي. المهم حنا نقولوا له هنا سامي فروي. بسم الله، ان شاء الله نمشيو نصرفوا شويه، نجيبوا شويه خضره وشويه ما جبنا الكلام انتي انا جبنا الشاري نسينا فين مشى. ها هما هنا. بسم الله، هيا جبلي واحد الميكا باش نديرو. هيا تبارك الله الكلام انتي كي داير زين، كاين حتى اللي بالورقه ما شاء الله. ها مزيان انت تقولوا غير حنا ما عندناش الشين ولا، وتبارك الله زين. او عاوتاني اللي بالورقه هنايا، نمشيو نديرو اللي عنده الورق خير. او تبارك الله هذا بالورقه، شوف الخيره تاع البلاد تبارك الله. او اللي بغى الورق ها ساده صغيور، ها شي قد صغيور ماشي بحال ما شاء الله. ها الصفر جل عاوتاني تبارك الله. هاي تبارك الله الصراحه هنايا من هاي ما شاء الله. شاو ثاني تبارك الله الباباي قداش ما شاء الله. واحد زوج اول بنان ما شاء الله. هذا غير باباي تبارك الله، شوف ما شاء الله هذه كي دايره طايبه زينتها. هيا المونغ، كاين جوج انواع هنايا، كاين هاد النوع الصغير ها هو، كاين هذا وكاين تبارك الله هاد الكبير. الصراحه انا نفضل هاد الكبير هذا خير، هذا يجيني فيه غير العظم واخا صغيور. أو معادك مع رمضان قرب. أو ما شاء الله التمر كوما صاوي هذا المجهول، يعني هذاك التمر الكبير ما شاء الله. هذا ها ما شاء الله النافيل. صراحة هاد المجازة هنايا تبارك الله، يعني بحال تقول راك في البلاد يعني الصراحة، يعني حتى ل شوف هاي 8 ب 5 دولار هنايا. هاي كلها 8 ب 6 دولار لا بغيت تديهم. تبارك الله كبير ها، كل حبه قداش. هاي السره ديالو ما شاء الله قداش، انا ما شاء الله زين. شاف الطوماطيش هنايا قداش صغيوره صغيوره ها قد النبليات. هذا بحال هكا الوليدات الصغار يديوهم بحال يديوهم الصراحه في ليكول. ها ما شاء الله عاوتاني التمر رمضان. ها هو التمر هاي ما شاء الله، هذه ديال الجزائر زين زعما الصراحة. هو قصب السكر هنايا، هو الشكل ديالو كاين في الأحمر. صراحة كنا نديوه درك ولا عندي الحساسية في السنين، بالسنين ديالي من ناكلو بحال اللي يوجعني. ما شاء الله هذه قداش راه كبيره، غير هنا راه تبان في الفيديو تبان صغيره. ها معناتها
صغيورات اللي بغا يدي غير وحده صغيوره. هاي عاوتاني هادي باش ندير معكم واحد الدويره هكي ايا نديو هادي هادي راه الزينه هادي اولوبيرا اللي بغا انا شفت الناس يديروها عصير ويشربوها صراحه. عاوتاني المونغ هادي صغيره ماشي المونغ يا ربي البابايا عاوتاني شو هادي الشكل ديالها زين اخرى طايبه بزاف صراحه يعني هاد المارشي هنا اي حاجه تدوروا عليها تلقاوها. ها هو الدليع اللي حنايا وصل عندنا التور ديال الدليع واخا ما عندناش الصيف. شتي الدليع صغيور صح سبحان الله العظيم كاع ما تجيناش نشريوه واخا راه كاين كيجي الصيف صافي تشهاه تشري بصح في الوقت المشتى سبحان الله ما جايش كاع ما جايش وقته سبحان الله. هاي العشور هنايا كلشي طري الريحان هذا ما عرفتش واش حتى هو شي حوايج هنايا ما هاي بحال فليو هاي السلطه معدله زعما معدله مصاوبه هنايا هو سكين جبير طري ما شاء الله كل وحده قداش تبارك الله. هذا سكين جبير ما شاء الله كوكو كوكو. هو السكوم شتي طالع هنايا السكوم ها هو شتي تبارك الله قداش هاو من ماشي رقيق هنايا تبارك الله واش قداش الجدر ديالو ما شاء الله واصل. حتى الاثمنه هنا مزيانين زعما الصراحه هي بحال هنايا زوج بخمسة دولار جوج قبضات يعني تدي جوج قبضات بخمسة دولار الثمن هنا مخير يعني خير ما تدي جوج ينقام لك ما دير بها كيقعد يطول ما شاء الله ماشي بحال من تدي غير وحده ولا هاي ما شاء الله البرانيه شحال زينه الشكل ديالها الخضره جديده تبارك الله. انا عاده نخلي الصرف نصرف حتى جويه الحد لان باش تكون تقعد لي الخضره تكون جديده ما نجيش في السبت ولا في الجمعه يعني باش الخضره تقعد لي السيمانه. او درك الحار وشحال حار هذا واخا غليظ مسموم في السم هو الاشكال الوان تاع الحار هاو هو اللي بغى على حساب الترقاد ولا كاين حتى هذا عاوتاني هذا الصغير هذا هاو حتى هذا حار هذا تاع زين لي ترقد هذا شحال دولار ونص هيا غادي ندي وحده نرقدها ان شاء الله نسيه مرقد كيجي داير رقد البعوش شامبينيو كاين الاشكال عاوتاني سبحان الله العظيم كاين هذا كاين هذا القهوي هذا كاين عاوتاني هذا ما شاء الله تبارك الله قداش الخيرات ها هو هذه 3 دولار هنايا 3 دولار الوحده
هو الزيتون، الزيتون شحال هذا؟ 8 دولار. الزيت كيما نقولوا حنا الزيتون المطمر. الفرماج 8 9 دولار هذه. كان حتى اللبن، هيا اللبن خمسة دولار. أول ملفوف نتاع المحاشي ها، هيا تبارك الله قداش، وخا وخا كبيرة خفيفة يعني، ما مدير هكا خاوية من الداخل. ها هو الفول، هذه هنايا بجوج دولار، هذا ستة تاع الحبات بجوج دولار. ها هو الروز هنايا، شحال كان كيلو؟ ما شاء الله زعما تبارك الله شكارة، 20 كيلو، هاي 19 دولار. ما شاء الله المحل هنا كبير بزاف، هذا المارشي كبير قدو من قداش يعني، وزعما ما بارك الله يعني تقعد تقعد تصور كاع حد الشيء راه ما يكملش يعني. دوك انا راني ندير لكم تبارك الله غير مقتطفات منه يعني، هذا العجب هذا ما نعرف واش حتى هو، هذا ما عرفتش سبحان الله العظيم. كاين شي حوايج هنايا ما بحال نسمعهم كيقول قول قاس، الله اعلم. شوف تبارك الله هذه تبارك الله قداش، كون نجي نصوروا كامل خاص جو سوي على ثلاثة، عاد راني ندير لكم عادي مقتطفات صغار وصافي. والعزلة، العزلة جوج دراهم، جوج دراهم والله ما تديوه هنا بجوج دراهم. هنايا شحال؟ بجوج دولار، جوج دولار. مي في المغرب ما غاديش تولي لكم جوج دولار. ما الفول في المغرب غير تكبروا عليه، لا شق لكم تاكلوه شق لكم ما تاكلوش، حنا هنايا من نشوفوه نفرحوا به. صح تبارك الله يعني ما شاء الله. ها تقولوا ما عندناش الخيرات، ها الخيرات، ها السكوم، ها الفول، ها ها ما تضحكوش علينا تقولوا لنا ما عندكمش انتوما هذه ولا هذه. هاو هنايا البيتزا، الخبز كان هذا ديال القمح، وكان حتى ديال الروز الاخر الابيض، وكان هاد البتيبا هنايا، كان هذا ديال الصمت هنايا، هذا بثلاثة دولار هنايا. ها هو كان هذا اللي فيه جنجلان، وفيه كان هذا، وكان كان هذا ما فيه والو، كان حتى الصغيور. ها الو ايوا هذه هي خواتاتي، درك كنت باغيه غندير معاكم جوله هنايا تشوفوا معنا هنايا، وهذه نخليكم على خير حتى مرة أخرى إن شاء الله في فيديو قادم. يا الله، السلام عليكم.